عاد دوري فيفا الممتاز لكرة القدم من جديد بعد التوقف الدولي لأسبوعين. شد النصر رحاله إلى الأحمدي لمواجهة الفحيحيل، وبحث العنابي عن العودة للانتصارات التي توقفت في الجولتين الماضيتين، فيما سعى الفحيحيل لانتصاره الأول بالمسابقة. التهديد الأول أتى للضيوف من تمريرة ساحرة عن طريق مشعل فواز وصلت إلى سيد ضياء الذي لم يحسن التعامل مع الكرة. بوشعيب سفياني حاول التسجيل من تسديدة وكرته بأحضان محمد هادي. أحمد النصر يسدد كرة وهادي مرة أخرى بالمكان المناسب. البحريني سيد ضياء من فرصتين كاد أن يفتتح التسجيل للنصر، أخطأت مرمى الفحيحيل في الأولى وتألق جاسم كرم في إبعادها بالثانية لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. انطلق الشوط الثاني بفرصة لسيد ضياء واجه فيها المتألق خالد العجاجي. البحريني مرة أخرى من كرة ثابتة قوية والشاب خالد العجاجي يقف سدا منيعا للتسديدة. بوشعيب سفياني يفتتح التسجيل للفحيحيل من رأسية بعد خروج خاطئ من محمد هادي. تحفظ فيكم الله. العارضة تحرم أحمد عليان من هدف التعادل للنصر. قبل نهاية المباراة البحريني سيد مهدي يخطف هدف التعادل للنصر. والمحاولة محمد خالد كرة عرضية، محاولة تحضر رأس الجول الله، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. عزيز شاهدنا حصولك على كرت أصفر وانت بالدكة. والله الأمانة يعني كنت بدخل متاخر برا، الحكم الرابع ما قال شيء، دشيت عادي قعدت، فجأة كان يعطيني انذار يعني من البداية له، قايل لي لا تدش الملعب، قلت له حاضر ورد بدلات. شنو السبب؟ بس انه كنت قاعد انه مو لابس، وانا داش من هالباب، يعني الحكم الرابع اكيد راح يشوفني، حتى ما قال لي بدل، قال لي تفضل. ان شاء الله بيرجع النصر لنفس كل سنة السنة طافت واللي قبلها ان شاء الله، والشباب ما راح يصرون، وفي مباريات بعد الحين ما خلص الموسم، ان شاء الله الشباب قتها. محمد في غويل بان الغطسية يستعيد محمد خالد في انتقالات شتوية. والله لا، ما لحي ما في شيء رسمي، يعني نادي الغطسية ما كلمني ولا يعني ولا احد من الاداره ولا جهاز اداري ولا فني بلغني، كلام يعني الناس قاعد يقولونه، ولحي ما في شيء رسمي، يعني صوبي انا ما في شيء رسمي. في حال المفاوضات هل النصر سيسمح بانتقال محمد خالد ام سيلتزم بالعقد؟ والله ما ادري، انا ما ادري، بس ان الشيء هذا باداره نادي النصر مو بدي انا. اغاويل بان منظر في له عروض في الانتقالات الشتويه، صحت الاغاويل؟ والله يعني انت مش عارف شو اقول لك. بالنسبه للعروض يعني انا بصراحه حاب اظني في الفحيحيل، لان حاب اعمل شيء للنادي، خصوصا يعني قاعدين نادي الفحيحيل يعني يحكوا لنا يعني ما مخلينا شيء يعني نحكي عنهم، والله يعني قدموا كل شيء لنا طيب، ان شاء الله احنا راح نقدم لهم الافضل، وان شاء الله ان شاء الله يعني الاقرب نضل في نادي الفحيحيل. العروض محليه اللي سمعنا من انديه كبيره في الكويت. ان شاء الله الله كريم يا رب، بس انا ان شاء الله انا حاب اظلني مع الفحيحيل. والله تعادل ايجابي مع افتتاح دوري فيفا للقسم الثاني بين الفحيحيل قبل الاخير، والنصر المستمر في المناطق الدافئه. النصر بالثواني الأخيرة يخطف التعادل من الفحيحيل ويحرمه من تسجيل أول انتصار له في دوري فيفا. فواز الصلال لبرنامج الديربي.